وللحديث أكثر عن هذه المسيرة من أجل التعليم وأهم ما حققته عبر السنوات منذ انطلاقها، يسعدنا أن يكون معنا فيها اليوم في دبي هذا الصباح السيد عبد الله أحمد الشحي، رئيس عمليات دبي العطاء. يا هلا مرحبا فيك وصبحك الله بالخير. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك معنا. صباح طيب مسألة. بداية في تعليقه على الدورة العاشرة للفعالية قال الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: من خلال هذه المسيرة سنوجه رسالة قوية إلى العالم. ما هي هذه الرسالة؟ في البداية أشكركم على الاستضافة ودعمكم لهذه المسيرة. رسالتنا إحنا في دبي العطاء إن إحنا نوفر بيئة آمنة وسليمة للأطفال للوصول للمدرسة، وهذا طبعا من إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مؤسس دبي العطاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن التعليم هو أفضل أداة لكسر حلقة الفقر. فعلشان كذي إحنا في دبي العطاء هدفنا هو توفير بيئة توفير تعليم سليم للأطفال في الدول النامية. فبهذه المسيرة نحاول إحنا ننشر الوعي بأهمية التعليم وما له من جوانب إيجابية على أفراد المجتمع بشكل عام. صحيح، جميل جدا. طيب كيف تتميز هذه الفعالية عن الأعوام اللي قبل وكيف بدأتوا فيها؟ احنا هالسنه نحتفل بالذكرى العاشره للمسيره، اطلقناها احنا في 2009 وكان العدد تقريبا عندنا 5000 مشارك. فهذه السنه بمناسبه الذكرى العاشره وفرنا اكثر من فعاليه مجتمعيه، فعاليه ترفيهيه عشان نعزز اكثر من الوعي باهميه التعليم، بالاضافه الى ان احنا ندعي كافه الجمهور ان ينضم ويانا في يوم مرح ممتع ان شاء الله في نهايه المطاف. نعم. طيب خلينا نتحدث شوي عن الدورات السابقه والأمور التي استطعتم أن تحققوها من الدورات السابقة، يعني من الأهداف المرجو تحقيقها. احنا في المسيرة هذه نهدف إلى هدفين، يعني الهدف الأولي اللي هو تنمية الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التعليم وحتى التحديات اللي تواجه الطلبة في الدول النامية. فعلى سبيل المثال واحدة من التحديات اللي تواجه الطلبة بعد المسافة من البيت للمنزل، من البيت إلى المدرسة. الطلبة في الدول النامية يمشي تقريبا مسافة بين 3 كيلومتر إلى 6 كيلومتر يوميا عشان يوصلوا للمدارس، ولكم تتخيلون يعني وعورة الطرقات اللي يمشونها أو مرات يقطعون أنهار علشان يوصلون. فهذا نحن حابين ندعي أفراد المجتمع أن يجون معنا في يوم واحد يعيشون هذه التجربة ويعيشون هذا التحدي. إن شاء الله الموعد سيكون يوم غد إن شاء الله. بكرة إن شاء الله. في طيب بالنسبة للمشاركة اللي بيشاركون، كيف إمكانية المشاركة والتسجيل وما هي رسوم الاشتراك؟ التسجيل طبعا مفتوح لكافة أطياف المجتمع من صغار من كبار من كافة الجنسيات والأعمار حتى. والتسجيل احنا مفتوح حاليا عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة دبي كيرز دوت اي او عن طريق فيرجن تيكتس، بعد موجود الموقع. فنحن طبعا نعم واحنا نحث كافة أطياف المجتمع ان يسجلون مبكر علشان يوفرون على وقت على اعمارهم ووقت المسيرة غدا صباحا ان يدخلون بشكل مباشر للمسيرة. رسوم التسجيل سهل وسلس. رسوم التسجيل صحيح هي عبارة عن 30 درهم بسعر رمزي، وهذه تروح تبرع بالكامل لدبي العطاء لدعم برامجها. أيضا أنوه بس أقول للأطفال اللي من 5 سنوات وأقل يكون الدخول إن شاء الله مجاني لهم. أها جميل. طيب سيد عبد الله، يعني الآن المشارك في هذه الحملة أو هذه المسيرة كيف له أن يتأكد أنه يؤثر بشكل فعلي وبشكل مباشر في عملية صناعة الفرق الإيجابي في حياة الأطفال وربما تعزيز فرص حصولهم على التعليم؟ شوفي في البداية يعني دائما المشاركين هم معانا هم أكثر الناس دعما للمؤسسة نفسها، وبدون دعمهم اللامحدود لنا ما كنا بنوصل لأهدافنا المرجوة. فمشاركة على سبيل المثال العام الماضي 15,000 مشارك من أطياف المجتمع، أن واحد يصحى بكير ويجي معاك في المسيرة، هذا تعهد والتزام منا بالقضية ودعم القضية اللي احنا نوفرها اللي هي توفير التعليم الأساسي. فعندهم مشاركة فعالة مباشرة في تحقيق أهدافنا، لأن الهدف الثاني من المسيرة أيضا اللي هو جمع التبرعات. فكل شخص يكون معنا يجمع تبرعات يساهم في إنجاح البرامج التعليمية القائمة اللي تقوم فيها دبي العطاء. يعني ريح هذه المسيرة كلها يذهب لدعم الأهداف. صحيح. جميل طيب. جدا. مثل ما نعرف أن كل فعالية لها أنشطة مميزة وفعاليات، وش الفعاليات والأنشطة الموجودة في هذه الفعاليات؟ احنا نحتفل بالذكرى العاشرة للمسيرة، فعندنا أنشطة قبل المسيرة وبعد المسيرة، وكلها أنشطة متنوعة ممتعة. يعني لو بقول الأنشطة اللي راح نذكرها ما بنخلص لين باكر، بس على سبيل المثال المميز فيها في أنشطة عائلية نحن مخصصينها للأطفال، مثل الأشياء العادية رسم على الوجوه والقلع المطاطية. بالنسبة للكبار في أنشطة رياضية موجودة لهم. واحدة من الفعاليات اللي نحن دائما تجذب أفراد الجمهور عبارة عن اللعبة المشهورة اللي عندنا اللي هي الثعبان والسلم، بس احنا سويناها بطريقة ان هي عبارة عن ثعبان والسلم بس بدايتها الطفل ونهايتها المدرسة،
وخلال المشي هذه عباره عن الثعبان هو عباره عن التحديات اللي تواجه الطلب تواجههم، فكل ما يوصل عند منطقه هذه عباره عن تحدي، فهذا نوع من الاشياء التثقيفيه راح نعلم فيها زيادة الوعي، ربما الوعي بالنسبه للتحديات الموجوده. بالاضافه يعني لذلك عندنا طبعا بعض الفعاليات الفلكلوريه، لان نحن نعكس بعد اهداف عام التسامح ونبين ونبرز للعالم التنوع التراثي والحضاري الموجود هنا في الامارات. ففي عندنا فعاليات تراثيه تقليديه من مجموعه من الطلبه نبداها في رقصه تراثيه من طلبه وزاره التربيه والتعليم، بعدين في عندنا من المدارس الخاصه في عندنا رقصات فلكلوريه هنديه من التراث الهندي ايضا. بالاضافه الى طبعا الفعاليات المشهوره كثيره عندنا اللي هي فرقه شرطه دبي دائما يكون معنا كل سنه ويقودون المسيره سيشاركون معنا ان شاء الله في الفعاليه. جميل جدا، وحلو انه الالعاب والفعاليات اللي عندكم ايضا مبتكره وجديده. طيب خلينا الان نذهب لاقبال الناس، كيف تقيمون اقبال الناس على هذه المسيره منذ بدايتها في 2009 ربما حتى هذا اليوم؟ يعني لو تعطينا كمان نبذه بلغه الارقام بيكون افضل للتوضيح. طبعا الارقام هي سيده المواقف مثل ما يقولون. نحن بدينا في 2009 وكان مشارك معنا حوالي 5000 مشارك فقط، وخلال العشر سنوات هذه من دورات المسيره ارتفع العدد اضعاف لثلاث مرات تقريبا، فعندنا خلال 2018 الدوره الماضيه 15000 مشارك كان معنا، وان شاء الله متوقعين هذه السنه يكون اكثر واكثر. طيب جميل، ما هي المبادرات المشاركه المجتمعيه القادمه لديكم في دبي العطاء؟ ما شاء الله احنا عندنا تقريبا في كل شهر عندنا مشاركه مجتمعيه او مبادره نطلقها، فخلال ان شاء الله بعد المسيره هذه في عندنا مبادرات داخل الامارات من خلال مبادره التطوع حول الامارات، عفوا تطوع داخل الامارات، والمبادره الثانيه هي التطوع حول العالم، فان شاء الله في شهر مارس راح تكون عندنا دوره لهذه المبادره، وراح نعلن قريبا عن مبادره اخرى للتطوع حول العالم. جميل جدا، يعني جميل انه دبي العطاء تلعب دور محوري في دعم تحقيق الهدف الرابع من اهداف الأمم المتحدة، وهو طبعا ضمان التعليم الجيد للأطفال. مشكورين على برامجكم التعليمية المستدامة والمتكاملة، وندعو الجميع. نحن يمكن أنا وفيصل ما بعرف عنك فيصل، بس أنا من أول الناس اللي راح يشاركوا إن شاء الله غدا بإذن الله في المسيرة. ندعو الجميع للمشاركة. إذا السيد عبد الله أحمد الشحي رئيس عمليات دبي للعطاء، يعطيك ألف عافية ونورتنا في دبي. مشكورين إن شاء الله، ونطلع على حضوركم معنا إن شاء الله بكرة.